بأن هذا الواجب ملقى علينا أيضاً. صحيح لا يسعنا الذهاب إلى هناك، لا نستطيع ولو أردنا بسبب ما ورثته الأنظمة من الاستعمار، وهي هذه الحدود، ثم تمسكها بهذه الحدود إلى أعلى ربما مستويات التمسك، وبسبب ما تعلمون من تعطيل هذه الأنظمة لشرع الله سبحانه عز وجل، ومن ظلمها وعدوانها على حقوق الناس وما إلى ذلك. ولكننا نستطيع النصرة بالدعاء، نعم، ونستطيع النصرة بالمال، والجهاد بالمال هو أرقى أنواع الجهاد، إلا في القتال، إلا في مرحلة القتال يتقدم الجهاد بالنفس. الجهاد بالمال ميسور، وعاو في عنق كل مسلم ذكرا أو أنثى هذه البيعة التي أشرت إليها المذكورة في سورة التوبة، وأن الواجب الوفاء بهذه البيعة بما تيسر، بما تيسر، ولا يقول أن أحد أنا بعيد والأمر لا يعنيني وتعنيني ويعنيني وطني وشعبي ليس إلا. إياكم من مثل هذه المقولة، فهي من تلبيسات إبليس لعنة الله عليه، وهي لا تبرئ الذمة بل يظل الواجب قائما وملقا. صحيح الواجب ملقى في المقام الأول على الأنظمة والحكومات، وإثم أصحابها القائمين عليها عند الله لا يعلمه إلا هو، إلا إذا تابوا وأصلحوا، ولكنه يلقى بعد ذلك على المسلمين كأفراد وكجماعات وأحزاب ومنظمات، على قاعدة لا تكليف إلا بمقدور، فاتقوا الله ما استطعتم. والله نسأل لإخواننا الثبات، ونسأله تعالى لإخواننا النصرة، ونسأله تعالى لإخواننا التوفيق والقبول. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم. اللهم سدد رميتهم واعلُ رايتهم وثبِّت أقدامهم. اللهم وأنزل السكينة في قلوبهم، اللهم وازرع الرعب في قلوب أعدائهم، والله من وراء القصوة والهادي إلى صراطه المستقيم.